نهارك أبيض وماذا لديك اليوم في نطاق؟ صباح الخير يا أحمد، وصباح الخير على كل مشاهدينا ومتابعي قناة نادي الزمالك في كل مكان. صباح ويوم جديد بنبتدي معاكم من داخل نادي الزمالك، ومع بداية أسبوع جديد عايز أقولك أن هنا يا أحمد داخل نادي الزمالك النشاطات سايرة بشكل طبيعي في جميع الألعاب الرياضية، سواء في السباحة أو الهاندبول أو تنس الطاولة أو الكاراتيه، جميع الألعاب الرياضية. ولكن احنا النهاردة بالتحديد هنتكلم عن كرة القدم واستعداد الفريق الأول للموسم القادم، وأيضا الفريق الأول حاليا في فترة راحة هنتكلم عنها وعن الموسم القادم زي ما قلت مع كابتن خالد مصطفى مدرب كرة قدم بقطاع الناشئين. صباح الخير عليك يا كابتن، وبرحب بيك في برنامج نهارك أبيض. صباح الخير عليك وعلى أحمد وعلى كل مشاهدي قناة نادي الزمالك. صباح الخير كابتن. احنا حاليا الفريق الاول في فتره راحه 20 يوم بعد طبعا البطوله العربيه، شايف دي فتره كافيه اللعيبه تستعد فيها قبل الموسم القادم؟ يا طبعا فتره كافيه، وكانت مهمه جدا جدا بعد موسم شاق وتلاحم المباريات فيه من كاس ودوري وكاس رابطه، فطبعا كان لابد ان ياخدوا راحه يعني سلبيه مهمه جدا، لان اللعيب برضه ده زي اي حاجه في الدنيا محتاج راحه، محتاج يغير جو، محتاج يبعد شويه عن الكوره لانه برضه بيحس بملل في اثناء الموسم. ففتره ممتازه ووقتها ممتاز، وان شاء الله يرجعوا اقوى من الاول باذن الله. طيب كابتن، احنا عندنا لعيبه راجعه من الاعاره، ويعني ازاي نستفيد منهم؟ واللعيبه طبعا يعني عناصر مميزه جدا مع الفريق الاول زي حمدي علاء ومحمود علاء، اوباما، احمد زكي، شايف ازاي يعني نستفيد منهم في الموسم الجديد؟ طبعا اكيد هم اضافه، واضافه جيده جدا جدا للنادي، لان طبعا حمدي علاء ده انا يمكن كنت من اللعيبه اللي ما كنتش محبذ انه يخرج بره، لانه لعيب كبير جدا جدا تحت المهاجمين، وطبعا ثبت وجوده في البنك الاهلي، واكيد الفتره دي فادته لانه لعب دوري ممتاز سنه كامله او اكتر، فدي طبعا هترجعه لنادي الزمالك وهو اقوى مما كان عليه. احمد زكي لعيب كويس، ويعني انا اعرفه ان هو كان باك ليفت اصلا وسريع وكروساته كويسه جدا واشول، ودي طبعا المكان ده محتاج فيه تدعيم مع الكابتن عبد الشافي اللي بنقول الحمد لله انه برضه رجع عن قرار انه يقعد يعتزل ورجع الحمد لله، بس ده برضه هيكون اضافه معاه، والولد كمان اشول وممكن يلعب سيرد باك، بيلعب في المكانين، فدي اضافه ممتازه جنب محمود علاء، برضه سيرد باك عنده خبره، ونادي الزمالك محتاج لحد في المكان ده عشان خاطر يعوض غياب الونش لحد ما يرجع بالسلامه ان شاء الله. طبعا اوباما مش هنعلق عليه، ده نجم كبير وراجع من نجوميه، وان شاء الله ده بيته ويرجع يعني يأدي بكفاءه عاليه زي ما كان موجود، واكيد ان شاء الله الاربعه دول اضافه ممتازه جدا، وعوده عبد الشافي كمان الخامس يعني اضافه ممتازه باذن الله للموسم الجديد. طيب كابتن، شايف ايه الاستفاده الفنيه لاسوريو من الموسم اللي فات، ويضيف عليها ايه الموسم الجديد؟ مفيش شك ان اي مدرب اشتغل في اي دوري ان كان هو محترف او غير، يعني اكيد السنه اللي هو اشتغلها بتدي له خبرات، وبتدي له خبرات للفرق اللي كان بيلعبها، خبرات للاعيبته، ارى لاعيبته كويس جدا جدا في المباريات الثقيله عاملين ازاي، في المباريات الضعيفه عاملين ازاي، اللاعب اللي عنده استمراريه، اللاعب اللي هو دايما هيفي ديوتي ودايما جاهز، هو اكيد حفظ لاعيبته ان شاء الله مع الخمسه اللي رجعوا دول، او طبعا شايف بيعتبرش رجع لان عم شايف موجود في الفرقه، مع الاربعه اللي رجعوا يكون اضافه جيده جدا لحد ما ان شاء الله مشكله القياده تتحل ويقدر يزود الاضافات اللي هو عايزها، واكيد طبعا هو اكتسب خبره كبيره جدا من الدوري السنه اللي فاتت، واكيد هيعوضها، واي ديفوهات او اخطاء بسيطه كانت موجوده السنه اللي فاتت اكيد هو هيعالجها بكل سهوله ان شاء الله السنه الجايه. طيب كابتن، عايز اسالك ايضا ازاي يعني اسوريو يستفيد من الفتره برضو اللي فاتت زي ما قلنا، وازاي يجهز اللعيبه على افضل شكل الموسم الجديد؟ بص، هو طبعا كون انه هيبدا معاهم فتره اعداد جديده، فدي فتره ما كانتش موجوده لما جه في وسط الموسم، دي فتره بتخليه جاهز باريحيه، ما عندوش ضغوط، بيقدر يفهمهم الطريقه بتاعته الجديده لو عايز يلعب بيها، او الطريقتين مثلا اللي هو بيلعبهم اثناء المباريات، عنده وقت كافي جدا جدا يعمل نشاط وديه ويجرب كل اللعيبه اللي موجوده، اكيد دي هتخليه احسن من المره اللي فاتت، لان المره اللي فاتت هو جاي في وسط الموسم، كل لما يبدا موسم من الاول اكيد دي طبعا فتره كويسه جدا جدا ليه، وحاجه ايجابيه بالنسبه للمدرب وايجابيه للفريق، فان شاء الله يكون يعني موسم جديد علينا كويس، وان شاء الله يؤدي الزمالك بقوه ان شاء الله مع المدرب باذن الله السنه الجايه. طيب كابتن، اخيرا بما انك طبعا مدير فني في قطاع الناشئين، شايف او متوقع هيكون في ظهور لعناصر جديده من قطاع الناشئين مع الفريق الاول الموسم الجديد، غير طبعا يعني اللي كانوا او اللي صعدوا الموسم اللي فات؟
طبعا هو في ايشو موجود معاهم بس لسه ما لعبش ماتشات كتير. برضو عبد الله ما شاء الله لعيب تحت الفراوده مهاراته عاليه جدا جدا جدا، ده 2003. برضو في ماجد هاني، ما اعرفش انا سمعت انه ممكن يعار او لا، لسه النادي ما اخدش فيه قرار، لكن ده برضو من الديفندرات المهمه جدا جدا، لعيب ينفع يلعب 6 و8 وان شاء الله نلاقيه له وجود. وبرضو في صلاح وعلي، واحد طرف شمال واحد مهاجم في 2003، ان شاء الله يكون لهم وجود باذن الله في النادي باذن الله الفتره اللي جايه، ويكونوا اضافه باذن الله. طيب نصيحتك بقى يا كابتن، يعني يا كابتن انت في النادي بقالك فترة كبيرة، شايف طبعا الظروف اللي النادي بيمر بيها، يعني نصيحتك ايه للعيبة ان هم يطلعوا بالموسم الجديد ده زي ما بيقولوا كده يصالحوا الجماهير ويطلعوا بشكل لائق، يعني نعوض فيه كل اللي فات؟ اول شيء انصحهم بيه نقفل الصفحه بتاعت سالفه دي نهائي، خلاص احنا ما نفتكرش غير احنا عندنا موسم جديد عايزين نادي فيه ونطلع كل اللي عندنا عشان نرجع الانتصارات تاني، واحنا خدنا من يعني فات موسم واحد وكنا قبليه واخدين موسمين ورا بعض، نرجع الانتصارات تاني، تركيز اللعيبه كلها مع اللعيبه الكبار زي شيكابالا وزي عبد الشافي، يبداوا يشدوا الفرقه كويس، ننسى خالص اللي فات واللي جاي ان شاء الله يكون احسن، ادي كل اللي عليك وسيب النتيجه دي على ربنا سبحانه وتعالى، ان يعني لكل مجتهد نصيب. طيب بقى كابتن، الجمهور بقى اللي انا بشوفهم يعني عنصر اساسي وورا نادي الزمالك في كل مكان وكل وقت، حقيقي يعني هم دايما بيثبتوا ان هم وفيين لابعد الحدود ودايما ورا نادي الزمالك في كل مكان، تقول لهم ايه وتطلب منهم ايه الفتره اللي جايه مع نادي الزمالك ولاعيبه نادي الزمالك؟ اول حاجه هقول كلمه صغيره جدا عن جمهور الزمالك، انا ارفع له القبعه لانه هو من احسن الجماهير اللي بتقف ورا فريقها حتى لو كان في احلك الظروف وفي في اوقات كتير جدا ممكن تقول الجمهور يبعد عن الفريق، هم ما شاء الله تبارك الله جمهور الزمالك ممتاز في حته انه عنده صبر، وصراحه ارفع له القبعه. الفتره اللي جايه ان شاء الله اذر النادي بتاعك واقف معاه في الحلوه وفي المره، واحنا من غيركم الكره ملهاش طعم، بس اقول لهم اكتر من كده، ربنا يوفقنا ان شاء الله السنه دي ونفرحهم. شكرا جدا يا كابتن وكل التوفيق لحضرتك طبعا في كل. شكرا وشكرا لجمهور الزمالك كله، صباحكم فل. وده كان لقائنا يا احمد مع كابتن خالد مصطفى مدرب كره قدم بقطاع الناشئين، وحديثه عن فتره الراحه والموسم الجديد للفريق الاول. كل تمنياتنا بالتوفيق لنادي الزمالك فيما هو قادم، وعوده اليك في الاستوديو مره اخرى. اشكرك شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه المميزه شروق حسونه، شكر موصول للكابتن خالد مصطفى.